انا سمعت الانترفيو متاعك متاع يفهم، قلت اكيد متعاطي يا حاج، معناتها ما تنجمش تكون نورمال الحقيقه. انت سمعت روحك بعد ما في الدار ولا اي يا ودي؟ بالك لبك العرق، تفجعت، صارت لك حاجه، بالك فجعوك، بالك شكون فجعني؟ نعرفش عليك انا، ما نعرفش. معناتها شنية بقرات حمراء حمر وبقرات خضر وبقرات ليه؟ ما قلتش خضر، ليه؟ اش قلت انا؟ اش قلت انت بالحق؟ ذكرني اش قلت. بجاه ربي خاطر راني لتوا دايخ. العبد يصدق، معناتها يصدق، مش يلم الدعاء، مش معناتها ربي يبارك فيه، مش معناتها ليزوبجيكتيف كلي انت تو فيكس. ايش دخل هذا بالمطر؟ ايش دخل هذا بالمطر؟ اي انت ربطت الحكايه، بالعكس اي خاطر انا فوالا جي فولو فيغ جي فولو معناتها فيغ با ان اكسبيريونس انا نعملها دوبوي 5 ans. دونك جي فولو مونتخي معناتها التوانسه الكل كي العبد وقت نصدقوا وننوي. وانا اش نويت المطر. جوري بو ننوي حاجات اخرى. دونك انا الدعاء نتاعي ما يزازيش. Pourquoi ? Parce qu'on tient compte par rapport à les différents facteurs, par rapport à l'arbitre qui les riche ou mal, les énergies positives, les énergies négatives. Donc, elle a les énergies positives, ou elle a Donc, la plupart, donc, ces énergies-là, elle a été pour exaucer les qui les nouent. معناتها انا تو كان ننوي داتراكسيون اغزر معناتها معناتها كان ننوي انا مثلا الحس نتاعي تجي الاولى نذبح رمزي هل تعلم مثلا لي جي با دي سا مي كل واحد ونيت وكل واحد ومعناتها احساس وكل واحد وكيفاه انا شو في ان ترافاي سبيريتوال مي سا سي بروبر ا تول موند كلنا معناتها موجود فينا مي سي با بروبر ضحى حديد تي ضحى يهديك معناتها انت 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 شكون بالحق انت شكون معناتها تابع معناتها انت نقول لك سيدي عرف بنفسك يا سيدي انت شكون شنجم تقول مثال معناتها عندي فوالا عرف بنفسك للجمهور قول انا شكون راه انا معناتها جو لي دي صافي 10 ans جيت 4 5 mois قبل الثوره فوالا دونك جو سوي مولوده وكبرت في فرنسا نتشرف فوالا ودونك جي مون اكسبيريونس دون ميو ايرونوتيك دونك جيت حبيت معناتها باش نقري ولادي ونكبر ولادي في تونس Et c'est ce que j'ai fait, et voilà, donc le parcours... هاي تو أمورك واضحة إلى حد أن بديت بالبقرات الأحمر والخضر والزرق فرعستنا مخاخنا ليه ولا أمورك باهية كانت ليه 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 ولا ليه والله كانت أمورك محليك مازلت محلية وانتم هاك مرة باش تحب تولي رئيس النادي الإفريقي تعرف ما هو النادي الإفريقي راهو جمعية كبيرة برشا في تونس شنو تو سي هكاك قاعد واحد مشد رئيس النادي الافريقي ما قلتش هكاك ابخي يا دي استراتيجي يا دي بلان داكسيون اي عندي معناتها مش هكاك نصدم جو ريفليشي يا دي ريزون بور كيل معناتها ظهرت ربي بالله سامحني بالحق نحكي معك والله نحكي معك بصدق راه معناتها متحمس ونحب بالرسمي نفهم تو انت معناتها اللي حكيتوا لي محلاه قريت خدمت تخدم في قطاع الغيار هكا ولا dans le milieu de l'aéronautique sur les pièces de rechange. Hey. واضح داكورد معناتها امورك واضحه الى حد الان سيدة اعمال فهمتني ناجحه وان شاء الله من نجاح ايش دخلك في النادي الافريقي وايش دخلك في رئاسه الجمهوريه وايش دخلك في المطر اختي بديتها بالشويه والبقى معناتها النادي الافريقي رئاسه الجمهوريه انت كنت تفير اون ريفولوسيون سيكولوجيك نيرسا ريفولوسيون سيكولوجيك انت ولا احنا انا نعملها معناتها جو بروفوك Je provoque خاطر التونسي لازم معناتها تتوزم فيه. سيكولوجيكمون حطمتنا راه. ما حطمتنا. شنو أول مرة نسمع فيك قلت أنا اللي سببت المطر غرقت برج الوزير بيضانات. إيه صحيح. يا بنتي صحيح فرحانة. مش فرحانة. عادي سي اون اكسبيريونس. مي عندي أسباب. وقت الكلوب أفريكان نعس بوندون أن أن ما فما حتى شيء فالي لو فير بوجي. دونك. معناتها أنت اللي غرقتي برج الوزير. نابل فيضانات نابل انت وراها يمكن شو يمكن يا ضحى امان يهديك وعلاش احكينا اخويا بربي احكينا كيفاش انا قلت لك تو فيكس ان اوبجيكتيف يا ان اوبجيكتيف انا جا ان اوبجيكتيف وحدي او نيفو دو معناتها ميز انرجي وين معناتها بور اي بارفونير لو في كو العبد يطلب ربي معناتها الي لا خليني نكمل دونك يطلب ربي D'accord ? Pour pouvoir, on t'harque en même temps. Donc notre brabi, on t'harque. Mais ça ne me suffit pas. Il faut que je déclenche ma nette à doua et à avoir d'autres énergies. Donc si tu fais un travail sur toi-même, tu t'harques pour atteindre un objectif. Et le fait que ma nette à... Des fois, on t'harque ma nette à les énergies doua. Donc le doua, c'est comme on t'harque sur 100, 150, 200 familles.
ونفرق معناتها وياكلوا معناتها سور سور معناتها نفرق لهم 4 5 كيلو وياكلوا سور اون سيمين دو سيمين بالدرجه ساعه خاطر انا ما نفهمش شفت انت بالدرجه مانيش فاهم كان خلي ولا بالحق ولا حاول انا معناتها جو في لو ماكسيموم كل المشاهدين انا ولا تصدقني الكل يحكوا انا وقت نحكي معاهم بالعربي هما يحكوا معايا بون فرونسي مي سي سي انا نحكي لك جيت تقول تونسي ما يفهمش لا يفهم يفهم التونسي يفهم يحكي اون فرونسي انا نحكي معاه بالعربي الخارقه اللي عندك انت اكتسبتهم ورثتهم من عند ربي سي ان ترافايي عبدي لا لي كيفاش فقت بروحك اللي عندك قوة خارقة فقت بروحي خاطر جو مي اون براتيك فوالا تحب نقول لك حاجة انا قربت ربي وقت بابا خلالي اخوتي وانا جافي 20 ans وربيتهم دونك جافي با لو شوا باش نوصلهم دونك وقت قربت ربي اي صافي 25 ans سي ان ترافاي كو جو في وبشوية بشوية معناتها ما وصلتهم وعرست لهم وخدموا ومعناتها وعرس سيتي با فاسيل جافي 20 ans مي معناتها فوالا واحدة واحدة وهيك الكل كيفاه خاطر معناتها بأماني بربي معناتها فوالا